ننتقل الآن للحديث بشكل أوفى حول تحركات الأسواق العالمية. تنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أسعد الله صباحك نادية. يعني الملفت ما زال بالنسبة لتسعير الأسواق لرفع الفائدة ما زال عند أكثر من 70% في الاجتماع المقبل، ويبدو بأنه لم يكن هناك تغيرات أو أي تغيير من قبل البيانات التي نشهدها على هذا الواقع. هذا بالإضافة لانتظارنا أيضا لبيانات التضخم الأسبوع المقبل. نعم سالي، بالفعل نترقب الآن الفيدرالي، وكل شيء يحوم الآن حول اجتماع الفيدرالي next week. ونشهد الآن يعني في two opinions أن في ممكن يثبتوا أسعار الفائدة أو ممكن يرفعوها، لأن مثلا بنك كندا أو بنك أستراليا عملوا surprise interest rate hikes لرفع أسعار الفائدة. ممكن الآن أن نشهد يعني ارتفاع لأسعار الفائدة، ويعني نشهد مثلا مؤشرات الأسهم أيضا تحت ضغط من يعني حينما نقرب من هذا الاجتماع نرى أن في ضغط على المؤشرات الأمريكية بخصوصا القطاع التكنولوجي. نعم نادية، يعني أيضا الملفت لدينا كانت بعض الأرقام التي شهدناها من الاقتصاد الآسيوي هذه المرة وأيضا البيانات، لكن هناك توجه أيضا من قبل البنوك وخاصة البنوك المملوكة للحكومة في الصين لخفض الفائدة على الودائع. برأيك هذا الاتجاه إلى أي مدى سيعطي توجه من قبل الحكومة الصينية إلى مزيد من عمليات التخفيف للسياسة النقدية وأيضا العمليات التيسيرية من قبل البنك الشعب الصيني؟ طبعا العمليات التيسيرية دي تدعم يعني البيانات في الصين أو تدعم الاقتصاد في الصين، لأنه يعني مثل ما شاهدنا بيانات جدا ضعيفة، بيانات يعني تنعكس على أسعار النفط، تنعكس على النمو الاقتصادي والماركت سنتمنت ان جنرال. فيعني ممكن أنه التيسير نشهد يعني أنه يساعد بعض السنتمنت في الأسواق، ولكن يعني البيانات تثبت انه النمو الاقتصادي في الصين يعني بالفعل عم يواجه صعوبه لتخطي مرحله اللوك داون اللي كانت لسنتين. نعم نادية، الملفت كمان اليوم أيضا استمرار النطاق الأحمر في التراجعات على أسواق النفط، يعني حالة من التذبذب في التداولات اللي عم نشهدها مؤخرا على الرغم من الخطوة التي شهدناها من قبل أوبيك بلس بالخفض الطوعي. يعني برأيك إلى أي مدى سيستمر هذا المسار بالنسبة لأسعار النفط وعدم يعني أن نلحظ هناك تفاعل إيجابي مع هذه الخطوة؟ يعني بدأت أسعار النفط أن تشهد ارتفاع من يوم أمس، وهذا يعني يطبق طبعا على قرار أوبك بلس تخفيض الإنتاج مرة ثانية، ولكن الكرود أويل إنفنتوريز التي ارتفعت يعني نوعا ما ضغطت على أسعار النفط مجددا، وأيضا بيانات الصين ويك ديماند يعني لأسعار النفط، لذلك نشهد تذبذب في الأسعار. ولكن يمكن مع مرور وقت أو مع الأسبوعين المقبلين يعني لما حينما الماركت تسعر قرار أوبك بلس الذي يبدأ من جولاي ممكن أن نشهد أن بالفعل سيكون في تثبيت لأسعار النفط. نعم الأخير أخيرا، يعني ما ينتظره أيضا العديد من المشاهدين أيضا الأسعار المتعلقة بالذهب هذه المرة، يعني عم نلاحظ أيضا هناك تداولات يعني اليوم إيجابية بالنسبة لأسعار النفط مع التراجعات اللي عم نشهدها على الدولار. هذا المسار لربما الذهب، هل من المتوقع أن يعود واستعادة مستويات الـ2000 دولار اللي شهدناها في الفترات السابقة؟ هذا يعني سيحتسب على قرار الفيدرالي، ولكن مع مرور هذا الأسبوع يعني نشهد أن الدولار بالفعل تحت ضغط، لأن احنا متوقعين تثبيت لأسعار الفائدة، فتثبيت أسعار الفائدة سيضغط بشكل كبير على الدولار الأمريكي، وسنشهد ارتفاع في أسعار الذهب، خصوصا أن احنا يعني متجهين إلى ركود اقتصادي، فاللونج تيرم أوتلوك بتاعة الجولد أو أسعار الذهب فهي يعني تساوي الارتفاع. ولكن في هذه المرحلة مثلا أمس شهدنا أن أسعار الذهب كانت جدا منخفضة، وذلك بسبب التريجري ييلدز أيضا، و
يعني البيانات التي نشرها، التي في بيانات تكون قوية وفي بيانات أن تكون ضعيفة، التي أيضا تضغط على أسعار الذهب. نعم، نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا سعدي.